أعلنت الفورمولا 1 عن التقويم المبدئي لموسم 2024 مع إعلان استضافة حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لافتتاحية الموسم المقبل، احتفالا بالذكرى 20 لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. وسينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في الفترة من 29 من فبراير وحتى 2 من مارس من العام المقبل. وبالتزامن مع إعلان التقويم، تطرح حلبة البحرين الدولية تذاكر العروض المبكرة والتي تمثل فرصة للجماهير للحصول على تذاكر جائزة البحرين الكبرى مع خصم يصل إلى 20% للاحتفال التاريخي بمرور 20 عاما على سباقات الفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية.